بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمكن نكون اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أول ميديا فيتشر كانت خاصة بال display كواليتي ميديا فيتشر، كانت اللي هي ريزوليوشن. في سيشن اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم عن الخاصية الفيتشر الثانية، ميديا فيتشر الثانية اللي كانت خاصة بالسكان. القصة بتاعت السكان ببساطة يا جماعة، the scan media feature describes the scanning processes of some output devices، الطريقة اللي بيها بيبتدي الكونتنت المحتوى يظهر على الديفايسز المختلفة. ده خاص بكلمة السكان. السكان معناها عملية المسح او عملية ظهور المحتوى على الشاشة بتاعت الديفايس اللي انت بتعمل براوسنج عليه او اللي انت عايز تطلع عليه الويب سايت بتاعك، او بالمعنى العام اي حاجة تظهر على الكترونيك ديفايس او سكرين او كده. تمام يا جماعة، الكلام بقى عن 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 شاشات وتلفزيونز، يعني عن الشاشات بوجه عام يا جماعه. طيب، هو عموما التطبيق بتاع الخاصيه ديت انا عندي قيمه من اتنين. هو بيقول لي في الفاليوز بتاع السكان انت عندك حاجه من اتنين، يا اما انترليس يا اما بروجريسيف. طيب اوكي ماشي، خلونا نشوف الفرق ما بين الاثنين كده. في النقطه الاولانيه في الموقع بتاع واتز يا جماعه، لما جاي يتكلم عن الانترليست سكان بيقول انه هو عباره عن ديسبلاي سيجنال تايب، نوع من انواع السيجنالز اللي خاصه بانها تعرض محتوى معين. ان ويتش وان هاف اوف ذا هوريزونتال بيكسل روز ار ريفرشت ان وان سايكل. بيقول لي الطريقه اللي بيظهر بيها الكونتنت ده، الكونتنت بيتقسم على نصين، نص زوجي ونص فردي، زي لاين لاين ولاين ولاين. تمام، يعني يبتدي مثلا الصوره او الكونتنت اللي بيبتدي يظهر على الشاشه بتاعتك بيتقسم على نصين، نص بيظهر مع اول ريفرش، مع اول ابديت، مع اول نص الشاشه. يعني هي الشاشه بتعمل لك عمليه السكاننج او المسح علشان تظهر المحتوى بتاعك. ففي في الانترليست يا جماعه الكلام ده بيتقسم على نصين، نص بيظهر في الاول اللي هو مثلا الاود النص الفردي، وبعد منه بيكملوا الايفن. فانت بتحس بان الصوره ها دي الطريقه اللي بتدي يظهر بيها، فبالتالي ايه ذات مينز تو كومبليت سكان ار ريكوايرد. فبالتالي انت عشان تظهر الصوره انت محتاج تعمل حاجتين، مره للاود ومره للايفن، مره للاود ومره للايفن عشان يبتدي يظهر لك الايه الكونتنت بتاعك. الكلام يا جماعه بوجه عام عن الفيديو، عن الصوره، عن اي الكترونيك ديفايس بتظهر عليه الكونتنت بتاعك. فديت المساله الخاصه بالانترليس. طيب جانب ده، الجانب الثاني بيقول لك ذا اي ان تي في، الكلام العلامه بتاعت الاي دي لما بنشوفها في السبيسيفيكيشن بتاعت التلفزيونز، مثلا بتلاقي 1080 1080 اي ديت ما بترمزش للاسعار، بنلاقيها بي، ده النوع الثاني. الكلام ده بيرمز للانترليست، الطريقه اللي بيشتغل بيها يا جماعه. تمام، ذا نمبر انديكيتس ذا نمبر اوف هوريزونتال لاينز، الرقم اللي هو ال 1080 بعديها الاي، الاي ده بترمز للانترليست، طريقه السكان. الرقم ده بيرمز ل عدد الهوريزونتال لاينز ان ذا راستر، في المصفوفه بتاع التكوين المسار ده. تمام يا جماعه، ان في الانترليست سكان بيقول alternating rows of pixels are refreshed in each cycle، بيبدلوا بعض. يعني زي ما انا بقول انت عندك اثنين سايكل، في السايكل الاولانيه اما يظهر الايفن او السايكل الثانيه يبتدي يظهر الاود. تمام، ذات مينز لو انت عندك مثلا السيجنال بتاع قوتها 60 هرتز هتتقسم على نصين، 30 ميجا هرتز عشان يظهر لي الاود، و30 ميجا هرتز المره الثانيه في النص الثاني عشان يظهر لي الايفن. فانت بتلاقي ان الحركه كريسب، بتلاقي ان في تاثير، مش سموث، مش لينه، في فرق ما بين الاثنين. طيب باندويت كونسيدريشن لايك، الكلام ده جنريشن، الكلام الشاشات السي ار تي، الموضوع ده كله بيوفر عليك في الباندويت بشكل كبير جدا. بس الدروباك بتاعه انه انت ما بتحسش ان الصوره سموث يا جماعه، بتحس انها فيها مشكله. طيب خلونا نمثل بمثال كده يا رب يكون مفهوم شويه. كان في صوره حاولنا ننزلوها ديت على هاند بريك، واحد من ضمن برامج الكونفرتنج، هو بيحاول يقول لك اه والله انت لما بتحط ولما بتشيلها. تمام يا جماعه، خلونا طيب افتح ماجنيفاير انا وهعمل زوم على اهو يا جماعه، اهو النقطه ديت لما بيتشال منها او لما بيبتدي يحط الانترليس بتلاقي ان اهو زي في خطوط اهو في الثانيه، في السيشن الثاني تلاقي في ان زي خطوط، الخطوط مع اول ما بتتشال بيبتدي يظهر البروجريس. تمام يا جماعه، ده الفرق ما بين الاثنين. في الانترليس
خطوط اودو ايفن اودو ايفن، تحس ان في فراغ ما بين الاثنين يا جماعه. تمام، ديت الجانب اللي حابين كنا عايزين نوضحه للناس بخصوص القصه ديت. طيب اوكي، ديت النمط الاولاني. بخصوص النمط الثاني اللي هو كان خاص بالبروجريسيف، طبعا عشان نكون في الصوره، وديت الامر الفيم والمشهور والموجود والمعروف المتعارف عليه. ولو انت طبعا اساسا ما فيش تجربه انترليست انا اظن، بس هو موجوده، بس الشاشات الجايه كلها بروجريسيف يا جماعه. ده بيخلي بيعمل لك ايه البروجريسيف ديسبلاي، كل السيجنالز جاست اون تايم بير سايكل، يعني هي بس كل قصه باني هو بيعمل لود على الباندويتس يا جماعه. ان بروجريسيف سكان ديسبلاي ات 60، لو انت كان عندك مثلا القوه بتاعتك 60 هرتز، ذا ايمج از ريفرشت entirely 60 times per second. يعني لو انت كنت شغال على 60 هرتز، هي بتعمل لها ريفريشنج 60 مرة علشان تظهر لك الكونتنت بتاعها، فاهمني؟ لو انت كنت شغال مثلا على 120 هرتز، الايمج بتاعك كومبليتلي هتبتدي تعمل لها ريفريشنج 120 مرة في الثانية علشان يجيب لك الحركات المختلفة. فهو ما بيقسمش ال 120 ل 30 و 30 وفي 30 يظهر لي النص وفي 30 الثانية يظهر لي النص الثاني، لا 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 لا، في ال 60 الكل بيظهر، في ال 120 الكل بيظهر 120 مرة في الثانية. تمام يا جماعة، ديت سيكونشلي من فوق لتحت. ده اللي بيخلي لك الويب سايت بتتحمل من صحيح الكلام ده، بتبتدي تتحمل من فوق لتحت. القصه دي ليها دخل بالموضوع ده، او ليها دخل بايه؟ ان الشاشه سنسبل على الكلام ده، الشاشه بتحس بالموضوع ده. في البروجريسيف ده بيخلي لي الصوره فليكر فري، ما بيخليش التاثير ده، بيخليها ثموز ما فيهاش المشاكل، مور رياليستيك، بيخليها واقعيه اكتر يا جماعه. لما بنشوف العلامه بي او اي، ده معناها الاي فور انترليست والبي فور بروجريسيف. طبعا يا جماعه الكلام ده طبعا الرقم ان عارفين ان هو النمبر اوف هوريزونتال لاينز اللي بتبتدي تعمل لها كومبليكيشن، اللي بتبتدي تكمل ب في وحدة الزمن. الكلام بشكل عام عن الفيديوز، عن السكرينز بتاعت شاشة الكمبيوتر، بمعنى أدق الكلام عن الحركة بوجه عام. الحركة يا جماعة وحدتها الفريم بير سكند، كام فريم بير سكند؟ بنقول إن أنت ممكن تخزن كام فريم في الثانية الواحدة، وعدد الفريمز ده كل ما بيزيد كل ما الحركة بتدوب. تمام، ف مثلا 30 فريم بير سكند، ده اللي بيخلي لك الاختلافات اللي بتحصل في الصوره. فانت بتميل ان اساسا ما فيش فيديوز، لا، الفيديو عباره عن موفد ايمج، عباره عن صوره لكنها بتتحرك، معنى ادق عباره عن بيكسل بياخد لون وبتشال فيه لون تاني وهكذا. فكل فريم بيبقى له سرعه معينه، كل ما كان الامر ده اسرع كل ما طبعا زادت يعني بمعنى ادق وحده الزمن اللي فيها تقدر تعمل لود على البيكسلز، الوان بتبتدي تزيد. فبالتالي انت ممكن تحط فيها عدد كبير من الالوان، فبالتالي انت ممكن تتحكم في صور تفاصيل مختلفه. دي اللي القصه بمنتهى البساطه. ديت الجانب اللي احنا كنا عايزين نوضحه. في الكور كاسكيدنج، وده كتاب من ضمن الكتب الجميله جدا يا جماعه، بيقول ان هي خاصه بالتلفزيون، خاصه بالاجهزه، او انت عندك زي بروجريسيف والانترليس. مدي مثال مثل تي في وسكان بروجريسيف، ديت هيبتدي يخلي لك السكان بروجريسيف. احنا ما في يا جماعه للاسف احنا مش هنقدر نطبق الكلام ده بشكل عملي، لاني انا ما عنديش تلفزيون، انا عندي سكرينز والسكرينز بتاعي كلها بروجريسيف، انا مش محتاج اكتب بروجريسيف عشان تبتدي تظهر الكونتنت بتاعي يعني. تمام، طيب لو انا رحت بس للجانب ده، النص اللي على الشمال يا جماعه ديت بروجريسيف، اليمين اللي في النص ده عباره عن ايه؟ ديت اللي هو انترليست. فالانترليست ما بتحسش ان الحركه سموث، لا لا، تحس باني دنيا زحمه 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 يعني. تمام، في البروجريسيف انت بتحس بان الصوره فموس، هنا الصوره بتبتدي عباره عن مجرد تمثيل يا جماعه، ولكنها عباره عن حركتين، هنا حركتين، هنا بتاخد 1 دوتس، هنا البندوتس قليل شويه. الجانب بتاع ده احنا مش راح نتكلم عليه خالص. تمام، ذات التمثيل بتاع الويكي على المفهوم ده يا جماعه. تمام اوكي، للاسف احنا مش راح نقدر نمثل الكلام ده بشكل عملي، لان حتى في الايميوليتور بتاعنا في كروم، لو انا عملت في الانسبكتور بتاعي، لو انا جيت اضيف حتى ديفايس اديت، عايز اضيف كاستم ديفايس، انا ما عنديش يا موبايل يا ديسكتوب،
ما عنديش تي في للاسف. فتمام الميديا فيتشر ديت يا جماعه كنت خاصه بالتلفزيونز، ما انا بنعتبر ان انا مش بنضيع وقت بصراحه بخصوص ان احنا نشرح الكيفيه اللي بتشتغل بيها السكرينز ده، ما بيعتبرش ضيع الوقت. كيب ان مايند الحاجات اللي ممكن ما نحتاجهاش دلوقتي احنا نعمل فوكس عليها وبنركز عليها، الكلام ده ممكن يكون مرجع لينا بعدين بعدين. تمام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.